اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا تباركت يا ذا الجلال والإكرام، 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 يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، بيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، لك الحمد، لك الحمد إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزى الله عنا محمدا بما وعده. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أزكى عندنا من أعمالنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
ربنا اغفر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إننا ضعفاء فقض في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على معادك. اللهم اجعل نواصينا وجوارحنا بيدك لن تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إن نواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إلا شئت. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ولا هم إلا فرجتا ولا كرب إلا نفستا ولا مرض إلا شفيته وعافيتا ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. আপনার খুব পছন্দনীয় বান্দার চেনায় পুরা মজবান খাসভাবে সব গুণাকে আপনি মাফ করে দেন। আগামীর জন্য আমরা তওবা করতেছি, এই সমস্ত গুণা থেকে আমরা বেঁচে থাকবো। আমাদেরকে তৌফিক দেন, আমাদের জিন্দগি গুণা মুক্ত হয়ে যায়। আমভাবে সারা দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান নরনারী সকলের গুণাকে আপনি মাফ করে দেন, সকলের গুণাকে আপনি মাফ করে দেন, সকলের গুণাকে আপনি মাফ করে দেন। ইমানের হাকিকত কামাল নসিব করে দেন, ইমানি সিফাত আমাদের আমাদের মধ্যে পয়দা করে দেন, ইমানি গুণাবলী আমাদের মধ্যে পয়দা করে দেন, ইমানি জিন্দগি নসিব করে দেন, ইমানের হাওয়া চালায় দেন, ইমানের হাওয়া চালায় দেন, ইমান কি শক্তিশালী করে দেন, ইমানের জড়কে দিলের ভিতরে মজবুত করে দেন, ইমানের জড়কে দিলের ভিতরে মজবুত করে দেন। দুনিয়ার কোন লোভ লালসা ভয় ভীতি আমাদেরকে ইমান থেকে হটাইতে না পারে, এরকম ইমান আমাদেরকে নসিব করে দেন। ইমানের সঙ্গে জিন্দগি নসিব করেন, ইমানের সঙ্গে মৌত নসিব করেন, ইমানের সঙ্গে মৌত নসিব করেন, ইমানের সঙ্গে মৌত নসিব করেন, ইমানের উপরে মজবুত রাখেন, কবরে ইমানের উপরে মজবুত রাখেন, কেয়ামতের ময়দানে ইমানের উপরে মজবুত রাখেন। আমাদের ইমানকে মজবুত করে দেন, ইমানি মেহনতের মধ্যে আমাদের লাগাই দেন। আমরা ইমানকে ছেড়ে নিয়ে দুনিয়াকে বড় মনে করে দুনিয়ার মেহনতের মধ্যে লাগছে, ইমান যে আপনি দান করছেন, ইমান সবচেয়ে বড় নেয়ামত ছিল আপনার, সবচেয়ে বড় সম্পদ একজন মুসলমানের, ইমানের চেয়ে বড় সম্পদ আর কিছুই নাই। আজ মুসলমান ইমানকে ছেড়া আল্লাহ মালকে বড় সম্পদ মনে করতেছে, আল্লাহ দুনিয়াকে বড় সম্পদ মনে করতেছে। তাবলিগের মেহনতের দ্বারা আর মুসলমানকে তার ইমানের মূল্য বোঝার তৌফিক নসিব ফরমান, তার ইমানের সম্পদকে হেফাজত করার তৌফিক নসিব ফরমান, ইমানের মূল্য মূল্যবোধ দিলের ভিতরে পয়দা করে দেন। ইমানই যে সবচেয়ে বড় সম্পদ, একথা বুঝবার তৌফিক নসিব করে দেন, ইমানের সঙ্গে দুনিয়ার জিন্দগি নসিব করে দেন, আখিরাত ইমানের উপরে মজবুত রাখেন, মত মা বাদাল মতের মধ্যে বরকত নসিব করে দেন, সুন্নত বালি জিন্দগি শখ নসিব করে দেন, সুন্নত মোতাবেক জিন্দগি যাপনের তৌফিক নসিব করে দেন, রাত্র দিন 24 ঘন্টার জিন্দগি, আমাদের ইবাদত আমাদের বন্দেগি সব সুন্নত মোতাবেক করার তৌফিক নসিব করে দেন, সুন্নতের উপরে আমাদের জিন্দগি উঠায় দেন, আর সুন্নতের আগ্রহ আমাদের দিলের ভিতরে পয়দা করে দেন, সুন্নতের শখ আমাদের দিলের ভিতরে পয়দা করে দেন। আমাদের ব্যক্তিগত জিন্দগি, ইবাদতের জিন্দগি, সমস্ত
دنیا سمست کار سنت مطابق کرا توفیق نصیب کرے دین اے اللہ سنت اے اللہ سنت ہمارے مجھے زندہ کرے دین اے اللہ پورا امت مجھے سنت کے زندہ کرے دین بدعات کے ختم کرے دین اے اللہ سنت کے زندہ کرے دین اے اللہ بدعات کے ختم کرے دین اے اللہ طاعت عبادت کے زندہ کرے دین اے اللہ نافرمانی کے ختم کرے دین اپنا نافرمانی پتی گھینا پیدا کرے دین اے اللہ اپنا عبادت پتی آگرہ پیدا کرے دین اے اللہ اپنا عبادت شوق آگرہ پیدا کرے دین اپنا حکم مطابق ہمارے زندگی چلا بر توفیق نصیب کرے دین اے اللہ اپنا حکم مطابق زندگی چلا توفیق نصیب کرے دین اے اللہ اپنا نافرمانی تھی کہ ہمارے کرائے رکھیں اے اللہ اپنا نافرمانی تھی کہ ہمارے کے زبردستی پھرائے رکھیں اے اللہ اپنی توفیق دینے والا اے اللہ اپنے عبادت کرنا توفیق ہمارے سے نصیب کرے دین خوشواری نماز نصیب کرے دین اے اللہ اپنے عبادت سیکھا توفیق نصیب کرے دین اے اللہ نماز کے سندر بھابے آدھائے کرا توفیق نصیب کرے دین اے اللہ نماز پابند بنائے دین اے اللہ نماز پابند ہمارے کے بنائے دین اے اللہ نماز شوق آگرہ ہمارے دلے بھیتر پیدا کرے دین اے اللہ علم نافع ہمارے کے نصیب کرے دین اے اللہ جہالت ہمارے بھیتر سے دور کرے دین اے اللہ ملکت و عقبت دلے بھیتر سے دور کرے دین اے اللہ علم ہمارے کے نصیب کرے دین یہ علم ہم نے آسمان سے کے نازل کرتے ہیں لوہ محفوظ سے کے نازل کرتے ہیں سمگر مانو جاتی ہدایت سے جنہوں نازل کرتے ہیں اے اللہ وہ علم شوق آگرہ ہمارے دلے بھیتر پیدا کرے دین اے اللہ علمের মূল্যবোধ আমাদের দিলে বিধে পয়দা করে দেন আল্লাহ ইলমকে কদর করার তৌফিক নসিব করে দেন আল্লাহ আহলে ইলমকে কদর করার তৌফিক নসিব করে দেন আল্লাহ আপনার জিকির ধ্যান আমাদেরকে নসিব করে দেন আল্লাহ গাফলতকে আমাদের দূর করে দেন আল্লাহ গাফলতকে দূর করে দেন আল্লাহ জিকির ধ্যান নসিব করে দেন আল্লাহ আমাদের আখলাককে সুন্দর করে দেন আল্লাহ আমাদের আখলাককে সুন্দর করে দেন আমাদের থেকে বদ আখলাকিকে দূর করে দেন اے اللہ بدا خلاقی کے دور کرے دین اے اللہ شمائل در آرستہ فرمان اے اللہ رضائل سے پاک فرمان اے اللہ شمست بھالو بھالو گون ہمارے کے نصیب کرے اے اللہ شمست خراب گون سے کہ ہمارے کے خخص دوست سے کہ ہمارے کے مفت کرے دین اے اللہ مسلمان جان مال آبرو عزت حفاظت فرمان مسلمان ملک حفاظت فرمان مسلمان ایمان اعمال اخلاق حفاظت فرمان اے اللہ آپ شعور کو محبت قائم فرمان اے اللہ اتفاق و اتحاد قائم فرمان اے اللہ تفرق و تشدد سے ختم فرمان جھگڑا بگڑا مارا بری حنانی کے ختم فرمان اے اللہ اخلاص دولت نصیب فرمان اے اللہ اپنا کے راضی کر جذبہ ہمارے سے بیچارے پیدا فرمان اے اللہ ہر کا جو ہم اپنا کے راضی کرتے چاہیے اے اللہ یہ رقم جذبہ ہمارے دلے بیچارے پیدا کرے دیں اے اللہ منش کے راضی کر کر اللہ بنائے اے اللہ اپنے ہمارے رب اپنے لیے ہمارے کو راضی ہو جائے اے اللہ ہمارے کو অসুবিধা থাকবে না দুনিয়া তো থাকবে না আখেরা তো থাকবে না اے اللہ اپنے ہمارے اوپر راضی ہوئے جان اے اللہ اپنا رضا والی زندگی ہمارے کے نصیب کرے دیں اے اللہ اپنا رضا والی زندگی ہمارے کے نصیب کرے دیں ناراضی والی زندگی تک ہمارے حفاظت فرما اے اللہ اپنا ناراضی والی زندگی تک حفاظت فرما اے اللہ اپنا رضا والی زندگی ہمارے کے نصیب فرما اے اللہ ہمارے کے دنیا طلبی خود غرضی ریا کاری تک حفاظت فرما اے اللہ دین کام دنیا جن پر تک حفاظت فرما دین کام خالص اپنا جن پر توفیق نصیب کرا اے اللہ دعوت والا کام کے پورا عالم میں زندہ فرما اے اللہ پورا امت کی دعوت والا قدر پر مجتمع فرما اے اللہ ایک قدر شمس رکاوٹ کے دور فرما اے اللہ شمس رکاوٹ کے دور فرما اے اللہ شمس رکاوٹ کے دور فرما اے اللہ ایک کام کے شرط دنیا سے زندہ فرما اے اللہ پورا عالم پورا امت کے اے دعوت والا قدر پر مجتمع فرمان اے قدر مجھے لگائے دین اے قدر سمست رکاوٹ کے دور فرمان اے اللہ سمست بادا کے دور کرے دین اے اللہ سمست بادا بیبتی کے دور کرے دین اے اللہ شہد کرے دین اے اللہ سہولت یسر معاملہ فرمان اے اللہ فضل کرم معاملہ فرمان اے اللہ آپ کو عافیت معاملہ فرمان اے اللہ اے کام کے حفاظت فرمان اے اللہ کام کرنے والا دل کے حفاظت فرمان اے اللہ کامل مرائے
داخل کلی کے حفاظت فرما اے اللہ ہر شخص جانب سے کے حفاظت فرما اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے سے کے حفاظت فرما اے اللہ حق کلمہ کے بلند فرما اے اللہ باطل کلمہ کے نیچا فرما اے اللہ باطل اسکیم کے فیل فرما اے اللہ باطل سمس اسکیم کے فیل کر دے اے اللہ باطل سمس سفرند کے فیل کر دے اے اللہ باطل سمس سفرند کے فیل کر دے اے اللہ باطل سمس سفرند کے فیل کر دے اے اللہ اپنی کرتے بار دے اے اللہ زمین آسمان مالک اپنی اے اللہ زمین آسمان سمس مخلوق ہے تلیر جھوٹی آپ کا رہتے اے اللہ جرائے دین کے لوگ سان کو دے دیتا ہے اے اللہ دین کے گامے بندہ ہو جیتا ہے اے اللہ تدر بیوستہ آپ نہیں کریں اے اللہ آپ نہیں تدر بیوستہ کریں اے اللہ آمد سکتی نائے آمد کمتہ نائے سب کمتہ اپنا شاک سکتی آمد اے اللہ باطل سمس سکران کو کے فیل کرے دیں اے اللہ جد رکم دنیا سے فتنہ فساد راستہ بند کرے دیں اے اللہ باطل سکران کو کے فیل کرے دیں اے اللہ باطل سکران کو کے باطلের উপরে ব্যবহার করেন হে আল্লাহ বাতিলের চক্রান্তকে বাতিলের জন্য ব্যবহার করেন হে আল্লাহ তাদের স্কিম তাদের উপরে ব্যবহার হোক হে আল্লাহ হকের কালমাকে বুলন্দ ফরমান হে আল্লাহ হকের রাস্তাকে পুরো প্রশস্ত করে দেন হে আল্লাহ হকওয়ালাদের মদদ ফরমান 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 হে আল্লাহ হকের রাস্তাকে খুলে দেন হে আল্লাহ হকের রাস্তাকে খুলে দেন اے اللہ حقیر حفاظت فرمان حق ملدر حفاظت فرمان غیبی جائی شامل حال فرمان اے اللہ قدم قدم نسرت فرمان زہود تو یسر معاملہ فرمان اے اللہ اپنا نسرت سرا کسی حبنا اے اللہ اپنی نسرت کرنے والا اے اللہ اپنی نسرت کرے اے اللہ حق ملدر مدد فرمان غیبی جائی شامل حال فرمان اے اللہ قدم قدم نسرت فرمان زہود تو یسر معاملہ فرمان اے اللہ فضل قدم معاملہ فرمان اے اللہ اجتماع جا کے ذو فلا حصے سنا حصے اے اللہ اپنے قبول کریں اے اللہ اجتماع کے قبول کریں اے اللہ اجتماع کے قبول کریں اے اللہ اجتماع کے قبول کریں اے اللہ سارا عالم اس میں ہدایت فیصلہ کریں اے اللہ سارا عالم اس میں ہدایت فیصلہ کریں اے اللہ سارا عالم اس میں ہدایت فیصلہ کریں اے اللہ خاص کر اس دیش کے لیے ہدایت فیصلہ کریں اے اللہ ہر گھر ہر مسلمان کے اے اللہ قادر مجھے لگائے دیں اے اللہ قادر مجھے لگائے دیں اے اللہ جرائے اجتماع مجھے اے اللہ محنت کر سے اے اللہ تدر سفر کے اپنے قبول فرما اے اللہ تدر بدلہ دنیا آخرت تدر کے نصیب کریں اے اللہ جرائے جے کنو جائے بابے اے اللہ اجتماع جنلو اے اللہ شاہد جو کر سے شعانو بدی کر سے اے اللہ جنلو مدد کر سے اے اللہ تدر کے اپنے قبول فرما اے اللہ تدر بہترین بدلہ دنیا آخرت تدر کے نصیب کریں اے اللہ جل آمدر کا ستوار جن لوگ بلک سے لکھ سے آشا کن سے اے اللہ جدہ شمس و جائز حاجات کے پورا فرمان اے اللہ پریشان حاضر پریشانی کے دور فرمان اے اللہ بیمار دل کے شفائے کاملہ آجر نصیب فرمان اے اللہ بیمار دل کے شفائے کاملہ آجر نصیب فرمان اے اللہ جل آمدر کا ستوار سے تدر غیب سے پرد دائی صورت پیدا فرمان اے اللہ نا حب مقدمہ یک کا سے تدر خلاصی نصیب فرمان اے اللہ جل حب مقدمہ یک کا سے تدر خلاصی نصیب فرمان اے اللہ ہمارے دعا کی اپنا مہربانی ذرا قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین